بودكاست سكاي نيوز عربية. فجأة اشتعلت الأوضاع بين باكستان وإيران. ضربت إيران مواقع داخل باكستان، فردت باكستان بضرب مواقع داخل إيران. وعلى جانبي الحدود قتل أشخاص في صراع يبدو أنه تفجر فجأة، لكن الحقيقة أن جذوره تمتد لسنوات طويلة. ما هي الخلافات بين باكستان وإيران حتى تقصف كل منهما الأخرى؟ ما هما جيش العدل وجيش تحرير بلوشستان؟ وكيف تحولت العلاقة بين إيران وباكستان من التحالف الوطيد للخلاف وصولاً للضربات العسكرية المتبادلة؟ ما علاقة الصين والهند وروسيا وأمريكا بالخلاف؟ وهل ممكن أن يتحول لحرب مفتوحة؟ أهلاً بكم، أنا عمرو جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية. في الحقيقة أنه خلال بحثي اكتشفت حجم التعقيد في موضوع العلاقات بين إيران وباكستان. أعلم أنكم تألفون هذه الكلمة، علاقة معقدة. العلاقات الإنسانية معقدة، فما بالك بالعلاقات الدولية؟ لكن فعلاً العلاقات بين إيران وباكستان مرت بمراحل متباينة جداً وبتعقيدات كبيرة فعلاً. كنت أتوقع أنها بدأت منطقياً مع استقلال باكستان عن الهند، لكن اتضح أن التعقيدات في المنطقة بدأت منذ نشأة إيران نفسها كدولة، كما أطلعني الدكتور سمير تقي. دكتور سمير هو رئيس معهد الشرق للدراسات في واشنطن وباحث متخصص في معهد الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية. يعني الجذور الأعمق للخلاف تعود إلى المرحلة التي نشأت فيها الدولة الإيرانية. الدولة الإيرانية نشأت بنتيجة توحيد عدد من القوميات المتعددة يشكل فيها العرق الفارسي النسبة الأكبر، ولكنه ليس الغالبية. لذلك هناك أقوام على طرفي الحدود عمليا هي في وضع لها امتدادات سواء في أفغانستان أو في إيران، وهذه الامتدادات تختلط فيها الجوانب الدينية وأيضا الجوانب الطائفية، أقصد يعني بمعنى شيعة وسنة، وأيضا الجوانب القومية واللغوية. لذلك هذه القضية كانت قائمة منذ فترة طويلة، وخاصة تبلورت القضية بعد استقلال باكستان عن الهند. بالأصل كانت عمليا الحدود الإيرانية هي حدود مع منطقة مفتوحة، ولكنها بشكل أو بآخر تابعة للاحتلال البريطاني أثناء الانتداب. وبشكل أو بآخر التناقضات انفجرت فيها في هذا الاتجاه. مع استقلال باكستان في سنة 47 بدأت مرحلة مهمة في العلاقات بين باكستان وإيران. يعني مثلاً كانت إيران خلال فترة حكم الشاه أول دولة تعترف باستقلال باكستان عن الهند، وأول دولة تستضيف سفارة باكستانية. ثم خلال الحرب الباردة كانت إيران وباكستان حليفتين متناغمتين مع الولايات المتحدة، وكان الاثنان عضوين في حلف بغداد. وخلال حرب باكستان مع الهند في عامي 65-71 دعمت إيران باكستان بالسلاح والنفط. لكن هذه العلاقة القوية بدأت تتراجع بعد عام 71 مع التغيرات في المنطقة والعالم عموماً. زادت عوائد النفط وانسحبت بريطانيا من شرق السويس، فظهرت إيران كقوة إقليمية في مقابل تراجع باكستان بسبب حربها مع الهند ثم انفصال بنغلاديش عنها. ثم حدثت نقطة التحول الكبرى مع الثورة الإيرانية في سنة 79. نستطيع أن نقول إنها بعثرت الأوراق، لأن مواقف البلدين بدأت من حينها تتباعد شيئا فشيئا. يعني إيران عادت أمريكا منذ اليوم الأول للثورة، في وقت كانت باكستان تتعاون مع الولايات المتحدة. إيران تبنت خطاب الدفاع عن الشيعة وسياسة المد الشيعي في العالم، ومنهم الشيعة في باكستان، وهو أمر لم يعجب دوائر صنع القرار في باكستان. ثم بنهاية الحرب السوفيتية في أفغانستان وانسحاب السوفيت، دعمت كل دولة فيهم جماعات مختلفة، وزادت الخلافات أكبر لما دعمت باكستان حركة طالبان أحد أعداء إيران، بالإضافة لملف الخلاف حول التعامل مع الخليج، خطاب إيراني عدائي نحو الخليج مقابل علاقات وثيقة بين باكستان والسعودية. كل ذلك انضم للمشكلة الأمنية الموجودة أصلاً والمتمثلة في إقليم بلوشستان.
وبلوشستان هو إقليم يقع بين 3 دول هي باكستان وإيران وأفغانستان. سكانه الأصليون من العرقية البلوشية ويتوزعون على الدول 3. وهذا الإقليم كما ذكرت لكم مقسم. في باكستان يعرف ببلوشستان الباكستاني، وفي إيران يعرف بسستان بلوشستان. وفي كل منطقة من المنطقتين تنشط جماعات مسلحة مناوئة للسلطة. يعني في داخل باكستان ينشط جيش تحرير بلوشستان، منظمة انفصالية مسلحة تهدف لتأسيس دولة بلوشية وتشن هجمات ضد الجيش الباكستاني. وفي سستان بلوشستان في إيران توجد جماعة جيش العدل، حركة سنية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية وتقول إنها تدافع عن حقوق السنة في إيران. لكن لأن هذه المنطقة وعرة جدا جغرافيا يستخدمها المسلحون من الجانبين في التحرك بين البلدين بدون اعتبار للحدود، فتقوم قوات كل دولة بمطاردة معارضيها ولكن بشكل لا يغضب الطرف الآخر أو ينتهك سيادته بشكل واضح. كان ذلك إلى أن تفجر الموقف الأخير. إيران قصفت أهدافاً لجيش العدل داخل الأراضي الباكستانية، فردت باكستان بضرب أهداف لجيش تحرير بلوشستان داخل إيران. وقد يكون السؤال المنطقي هنا، لماذا الآن حدث هذا التصعيد برغم وجود كل هذه الخلافات وهذه الجماعات منذ سنوات؟ عدت من جديد للدكتور سمير تقي. سؤال جميل. فاعتقادي السبب الرئيسي هو عملياً غياب ضابط الصراع. أقصد كان هناك الوجود الأمريكي عبارة عن وسيط قوة في أفغانستان يضبط جملة من الصراعات في وسط آسيا، ونحن سنشاهدها حتما قيد الانفجار. لذلك وهذه المنطقة الآن تصبح موضع صراع استراتيجي دولي، لا أعتقد أن الصين تورطت فيه حتى الآن، ولكن بلا شك أنه حول أفغانستان لدينا عدة، حول باكستان أيضا لدينا عدة دول نووية، روسيا وهي الآن، إيران تقترب وهي أيضا الهند. إذن هنا هي منطقة جيوستراتيجية هامة، ولكن الأهم من ذلك أن وسط آسيا هو منطقة تعتبر الآن منطقة تنافس وصراع وفراغ استراتيجي، وفيها موارد تقدر بأكثر من 5 تريليون دولار، سواء من النفط أو الغاز في تركمانستان، النفط في كازاخستان وفي غيرها، وأيضا عدد هام من المعادن الثمينة والتي تعتبر استراتيجية الآن في تطور البشر. إذن هذه المنطقة يجب أن نتوقع بأن تصبح هي منطقة مفتوحة للصراعات الدولية، وجزء من أسباب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان يعود لأنها تدرك بأنها لم تعد تريد أن تصبح حكما فيها. هذا لا يعني أنها لا تريد أن تؤثر وأن تدير هذه الصراعات، ولكنها لا تريد أن تكون موجودة، أن تكون موجودة فيزيائيا أقصد. ولكن بالمقابل من الواضح أن هذه المنطقة هي معرضة لأن تصبح منطقة مفتوحة للصراعات. والبعد الاقتصادي المهم الذي تحدث عنه الدكتور سمير ربما يكون جزءاً مهماً أيضاً في التطورات الأخيرة للخلاف بين إيران وباكستان. في سنة 2018 وقعت إيران اتفاقاً مع الهند لتسليمها إدارة ميناء شابهار. طبعاً لم يعجب ذلك باكستان، ليس فقط لأن الهند هي غريمها التقليدي، لكن أيضاً لأنها اعتبرت أن ذلك يضرب مشروع ميناء جوادار الباكستاني الذي سلمت إسلامباد إدارته للصين. يعني الأمن والحدود والخلافات السياسية والتنافس كقوى إقليمية أضيف إليهم بعد اقتصادي. هل يمكن أن نتوقع صراعا أكبر تنضم إليه دول أخرى مثل الهند أو الصين أو روسيا أو المراقب بالتأكيد الولايات المتحدة؟ الحقيقة روسيا بالذات يتراجع قدرتها على أن تكون وسيط قوة في وسط آسيا، خاصة بعد التطورات في كازاخستان والانقلاب الذي جرى، وعمليا عدم قدرتها على تشكيل تحالف اقتصادي تنموي وتحالف استراتيجي في هذا السياق. وأيضا هناك ديناميات أخرى متعلقة بوسط آسيا وبالجمهوريات السوفيتية السابقة، حيث تجري عمليات تبدل حتى في هوية المدن الروسية
لأن ثمة هجرة صينية بمعنى كشرق الصين إلى العديد من هذه المناطق التي حتى يتبدل الطعام فيها وأسماء الشوارع والمدن. إذن لدينا تحولات تجري في هذه المنطقة. الصين في اعتقادي ستبقى حذرة جدا من التورط في أي صراع مباشر، لأنه من الناحية الاستراتيجية ليست لديها روافع قوة تسمح لها بإنفاذ سياستها، لذلك ستعتمد أكثر في رأيي على الدبلوماسية. ولكن كل هذه الصراعات، يعني الصراع بين إيران وباكستان، سيبقى محكوما بتوازن القوى بين الصين وروسيا، وهي الآن وهما دولتان الآن تسعيان للتوافق أكثر مما تسعيان يعني تفجير الصراعات على مناطق النفوذ. يعني الموضوع لا يقف عند باكستان وإيران، الموضوع مرتبط بالمنطقة ككل، روسيا والصين والهند والتنافس على منطقة وسط آسيا، وفي القلب منها ما يعرف بالستنات الخمسة التي ستدهشون من حجم الصراع الدائر فيها بين الشرق والغرب. لكن تلك ستكون حكاية أخرى من بداية الحكاية. بداية الحكاية. بودكاست سكاي نيوز عربية.